الذاكرة الجديدة اللي تتوافق مع اليو اس بي تايب سي، ولكن العلبة اللي ما تتوافق حتى مع البشر واللي تقعد ساعة وبلاوي عشان تقدر تفكها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذه هي الذاكرة الجديدة اليو اس بي تايب سي، أيضا اليو اس بي العادي. فعندك منفذين موجودات هنا، المنفذ العادي والمنفذ حق يو اس بي تايب سي. فإذا أنت أحد الأشخاص اللي اشتروا مثلا الهواوي بي 9 أو ال جي 5 أو ال تي سي 10، فكلهم يجوا بمنافذ اليو اس بي تايب سي، وهذا مثلا بسرعة 3.1 فيتوافق مع 3 و3.1، فيصير بكل بساطة تقدر تشيل ملفاتك من نفس الجوالات تحطها على كرت الذاكرة هذا، وبعدين تروح تنقلها مثلا على الكمبيوتر ولا مكان ثاني، أو تستخدم القطع حق التوصيلات دي، أو تستخدم القطع هذه اللي سوينا لكم عليها فيديو حق ال5 ريال، وتصير تستخدم نفس الذاكرة هذه. فبالطريقة هذه قدرت تنقل معلوماتك بين الكمبيوتر والمايكرو يو اس بي وأيضا المايكرو يو اس بي تايب سي. 3 منافذ هذه اللي موجودة تقعد توصل بينهم بين الأجهزة، وأمورك جدا كويسة. الحين الشيء اللي نكتبه بشكل جدا سريع، يا شباب كثير قاعد ألاحظ أن الناس تشتري كروت ذاكرة أو كروت اس دي أو مايكرو اس دي وما يحتفظوا بنفس الفاتورة. هذه على سبيل المثال فيها 5 سنوات ضمان، وأغلب الأحيان الضمان هذا خليك يستبدلوا لك الذاكرة. فإذا أنت اشتريتها مثلا ب80 ب100 ريال، اعرف أن الثمانين ومئة ريال المفروض تعيش معك هال5 سنين. صار شيء للذاكرة، روح بالفاتورة، المفروض على طول يستبدلوا لك إياها، أو على الأقل يحققوا ويرجعوا لك الكرت. فاحرص دائما تخلي كرت الذاكرة عندك. من ناحية الكرت هذا فالسرعة حقته جدا عالية جدا كويس. اختبارات السرعة تعطينا 100 ميجا بايت كقراءة لنفس الكرت، وكتابة 15 ميجا بايت في نفس الثانية. فالسرعة حقت القراءة والكتابة جدا كويسة، ولما نحطه على الجوال على طول من ناحيتي جدا ممتاز. إنه يقول لك تحضير حق وحدة التخزين حقت اليو اس بي، أول ما تحطه على اليو اس بي برضه على طول يطلع لك إنك تنقل ملفاتك مع ملفاتك. ممتاز إنك تخليه في جيبك أساس المعلومات اللي تحتاج نقلها على طول من نفس الجوال، تصير تنقلها على كرت الذاكرة بدون أسلاك بدون القروش هذه كلها، وبعدين تعطيها في يو اس بي لأي شخص يصير يقدر يستفيد من نفس المعلومات هذه. طبعا باختصار فيديو وجدا جميل عن ناحية الكرت هذا، موجود الروابط تحت الفيديو. من ناحيتنا في نهاية الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.